ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، لأن تونس يجب أن تطهره. الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء. يدق قيس سعيد آخر مسمار في نعش الشيخ بحله للمجلس الأعلى للقضاء، والذي يعتبر آخر ضمانة في يد رشيد الغنوشي للإفلات من العقاب، ويعود ملف الجهاز السري لحركة النهضة وملف الاغتيالات السياسية وملف تمويل الإرهاب والتسفير والجوسسة والعمالة لصالح الخارج إلى واجهة الأحداث، ولكن هذه المرة مع إرادة سياسية واضحة في الكشف عن الحقيقة وفي فتح الملفات بعد الجلسة المدوية لهيئة الدفاع عن الشاهدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، والتي كشفت عن دولة كانت تعمل داخل الدولة التونسية، وعن اخطبوط يمول وينفذ، وعن جهاز موازي يتلاعب بالملفات ويخفي الأدلة ويعين ويعزل ويتجسس ويجمع المعلومات. شرايينه الممتدة تصل إلى اسطنبول والدوحة، وبالتحديد إلى قلب عائلة أمير الدمقراطية حمد بن تميم آل الثاني. وبالرغم من محاولات رشد الغنوشي ارتداء ثوب العفة الملطخ بالدماء وتحويل نفسه إلى ضحية من ضحايا الديمقراطية على غرار نور الدين البحيري، حيث أعلنت النهضة أنها توجهت بمراسلات رسمية إلى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية ووزير الدفاع، قصد تحميلهم مسؤولياتهم القانونية في حماية رئيس الحركة رشد الغنوشي وعائلته ومناصري الحركة ومقراتها. تكشف إيرا من نيوز عن بدء السلطات الأمنية في تونس التحقيق مع رئيس الحركة رشد الغنوشي على خلفية الاتهامات التي وصفت بالخطيرة، والتي كانت هيئة الدفاع عن السياسي اليساري الراحل شكري بالعيد قد وجهتها إليه. المصدر الأمني قال إيرا من نيوز أنه جرى يوم الجمعة التحقيق مع الغنوشي بأحد المراكز الأمنية في العاصمة تونس حول الاتهامات التي وجهت إليه، ومنها غسيل الأموال والتخابر مع دول أجنبية والتآمر على أمن الدولة. ذات المصدر كشف أن هذا الاستجواب يمثل الخطوة الأولى لتوسيع التحقيقات مع الغنوشي حول كل ما نسب إليه من اتهامات، وقال أنه من المنتظر أن يتم استدعاء الغنوشي ونجله معاذ في الأيام القادمة لمزيد التحري في المعطيات التي تم تقديمها. وأوضح المصدر أن التحقيقات ستشمل أيضا كل الأطراف التي تم ذكرها خلال الندوة الصحفية الأخيرة لهيئة الدفاع عن الشاهدين بالعيد والبراهمي، بما في ذلك القيادات الأمنية والقضاة. وأكد أن السلطات الأمنية أخذت على محمل الجد المعطيات التي عرضتها هيئة الدفاع، وبدأت إجراءات التدقيق في كل تهمة موجهة إلى الجهات المعنية. ويذكر أن هيئة الدفاع وجهت اتهامات لكل من رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ووكيل تونس السابق في المحكمة الابتدائية القاضي بشير العكرمي بالتخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس والاعتداء عليها. وأشارت الهيئة إلى وجود قيادات أمنية عليا متورطة في هذا المخطط التجسس، كما أشارت إلى وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي ونجله معاذ مع اتهامات أخرى بغسيل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر، حيث قامت بتمويله بمبالغ مالية كبيرة من أجل تسفير الشبان إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات نشر الديمقراطية. عضو الهيئة الأستاذ رضا الرداوي أكد أن الحرس الوطني قد أبلغ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي بفتح تحقيق ضد رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي بتهمة التجسس والخيانة، وأكد أنه سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة. وأشار الرداوي إلى أنه سيتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية المختصة بقضايا غسيل الأموال، في حين أكد عضو الهيئة الأستاذ عبد الناصر العويني أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر صوت ضد رفع الحصانة على وكيل الجمهورية المحسوب على حركة النهضة والضالع في عديد الجرائم ذات الصفغة الإرهابية البشير العكرمي، معتبرا أنه ذراع من ذراع الأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين. فبينما يهلل سفير الحركة بواشنطن والذي طالب سابقا بقطع التلقيح على التونسي للضغط على رئيس الجمهورية، ويهلل لموقف السيناتور الديمقراطي الأمريكي المقرب من دوائر صنع القرار في دولة قطر والمشكك في نوايا قيس سعيد الإصلاحية، تسارع حركة النهضة طواحين الهواء من أجل الحفاظ على مكتسباتها، فلم تستطع النهضة حتى الآن استعادة توازنها وتبدو غارقة لا تعرف أين وكيف النجاة أمام إصرار سعيد على المضي قدما في فرض أجندته الإصلاحية على الساحة التونسية
بالرغم من البروباغندا وحملات اللوبيينج والاستقواء بالخارج ومحاولة نقل الرأي العام من التركيز على كشف الحقيقة إلى الطريقة التي تم بها الحصول على أدلة الجريمة حتى تصبح المشكلة هي كشف المجرم وليست الجريمة المنظومة. ورغم محاولة الاستتار بيافطات جميلة وشعارات رنانة كالديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء، فهي تبدو اليوم عارية تماما أمام سيف العدالة والمحاسبة وفتح الملفات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.